مرة أخرى معنا من هناك السيد أحمد الدفينة رئيس قوى الوفاق الوطني السوداني. سيدي رؤيتكم لما طرح من الإيجاد. طيب أولا التحية لك أستاذ، والتحية لضيف الشباب وعبرك التحية لجميع مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. طيب واضح تماما وانا يعني امشي في نفس الخط اللي مشيت فيه مؤسسه الجيش السوداني عبر يعني قائد قوات القوات المسلحه. بالتاكيد لا توجد اي قوه ترفض يعني اي مبادرات الان، ولكن لهذه المبادرات زمنها، والان هنالك اشياء واضحه على الارض يجب ان تحسب، يجب حسم هذه الميليشيا المتمردة بشكل عاجل وسريع، ومن ثم النظر إلى خلاف ذلك. الآن الأمر الموجود في السودان هو أمر داخلي، هذه الميليشيا متمردة، هذه الميليشيا سعت ومنذ النظام السابق إلى التمكين وإلى أن تكون موجودة وإلى أن تسيطر على الحكم في الدولة السودانية، ولها أهداف من ضمنها طمس هوية الدولة السودانية، وهي في يعني في ظل هذا العمل عملت على تفكيك الجيش السوداني، ورأينا ذلك واضحا من يعني قائد هذه الميليشيا المتمردة، وهم بالمقابل يريدون أن يمكنوا أسرة آل دقلو ليكونوا هم معبرين عن هذه الدولة السودانية. هذه العملية هي عملية طمس للهوية السودانية. هو يعلم تماما أن الجيش السوداني يفوقه قوة، أولا عزيمة وإصرار، ويفوقه بثبات الجيش السوداني، بمكتسبات الجيش السوداني، بتاريخ الجيش السوداني. هذه القوات المسلحة الموجودة الآن لديها تاريخ يفوق 100 عام، يعني تعاملت هذه القوات مع العديد من الحركات المتمردة، تعاملت مع العديد من العدوان الخارجي في زمن من الأزمات، ويعني الاستعمار ليس ببعيد، وكذلك أيضا فترة الحكم التركي. طب معنى ذلك سيدي أن هناك خلط في المفاهيم لكل من يتقدم بمبادرات لإنهاء هذه الأزمة، بمعنى أن الحديث أن الجيش السوداني هو مؤسسة وطنية على الجميع أن يحترمها بهذه الكينونة، والتعامل مع ميليشيا الدعم السريع باعتبارها ميليشيا متمردة، هذا المصطلح هو ما ينقص من يتقدم بمبادرات؟ وضح تماما من خطاب السيد البرهان الذي أعتقد أنه قدم اليوم أو أنه سيقدم لاحقا إلى جامعة الدول العربية، باعتبار ان هذه يعني ان ذكر مسمى قوات الدعم السريع يجب ان يكون معها مباشره ميليشيا. هذا يجب ان يثبت تماما، التعامل مع هذه القوات على اساس انها ميليشيا خارجه عن القانون، مثلها ومثل يعني بقيه القوات الموجوده في مختلف العالم يعني التي تعامل على انها خارج عن القانون وقوات ارهابيه. كالاخوان في مصر، يعني الحوثيين الى خلافه. الان على المجتمع الدولي التعامل مع هذه الميليشيا على هذا الاساس. طب هل لك ان تدقق لي هذه الكلمه على وجه التحديد، والتي اقتبسها من كلمه مندوب السودان في اجتماع مجلس الامن الذي عقد بالامس؟ وأنت كررت هذه الكلمة، اسمح لي بهذا السؤال سيدي وسأترك هذا المجال للإجابة، أن هذه الأزمة أزمة سودانية داخلية، هل هذا ما يعني وهل ما اقترحته؟ نعم بالتأكيد، بالتأكيد الآن هذه الأزمة أزمة داخلية، الجيش السوداني قادر تماما على حسم هذه الأمور، الجيش السوداني الآن مسيطر تماما، هنالك بعض التفلتات، هنالك بعض الجيوب لقوات الدعم السريع، الآن هنالك مهمة
يقوم بها هذا الجيش العظيم ستنتهي هذه المهمة بالتأكيد بنهاية هذه الميليشيا المتمردة. هل معنى ذلك سيدي أن تفضل سيدي المجتمع الدولي طب تتكرم لي بهذه المقاطعة وأعتذر عن تكرارها، هل الحديث أن هذه الأزمة أزمة سودانية داخلية، هل معنى ذلك أن هذا رفض مبطن لكل محاولات التدخل حتى من خلال المبادرات التي كان من آخرها؟ تفضل. هو ليس رفض تفضل لهذه، وإنما توقيت هذه المبادرات. أنا يعني ما عايز أذكر أمثلة كثيرة جدا لدول واجهت أشياء يعني وتبردات وحركات في يعني في داخل هذه الدول، واستطاعت أن تستهزم هذا التمرد بعدم تدخل المجتمع الدولي، ووقفت سدا منيعا يعني ضد تدخل هذا المجتمع الدولي. نحن الآن لسنا ضد المجتمع الدولي، ولكن نطالب المجتمع الدولي أن يأتي كل وصف بوصفه، وأن هنالك جيش سوداني محترم، جيش سوداني له تاريخه، جيش سوداني مثله ومثل باقي الجيوش السودانية في باقي الدول. إذن يجب أن تسمى هذه الأشياء بسمياتها. نعم عظيم سيد أحمد، أدعوك للبقاء معنا دقائق.